ينتصر يرفع رصيده للنقطة 30، يباعد بينه وبين المطاردين سواء حاليين أو من ستحكم نتيجة مواجهتهم يوم الغد، المسافة ما بينهم وبين صاحب الصدارة. لكن السؤال اللي يطرح على ما شاهدناه من مواجهة اليوم، ليش عانى العين أمام عجمان كما لم يعاني من قبل في بطولة الدوري هذا الموسم دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شوف، بعد مبارتين أنا في وجهة نظري أرى مباراة النصر خاصة دائما يعني مباريات تنافسية ما بينهم، حمل بيكون كبير جدا، جهاز العصبي والنفسي للفريق. فاليوم العين دخل الملعب، وجهة نظري أنا أرى أنه كان فيه استرخاء ذهني شوي خاصة في بداية اللعب. والدليل أن بعد نصف ساعة شاهدنا العين، لكن أول نص ساعة نحن شاهدنا عجمان. أنا بكل أمانة أقول لك يعني منتخب هولندا، تمريرات، بنية، انتشار، تنظيم، كل شيء في جيد كان هنا في فريق عجمان. طواحين. لكن إيه طواحين فعلا. لكن العين استدرك أنه هو المتصدر، أنه هو البطل. فأنا أقول الأمور دائما النفسية والاسترخاء الذهني للاعبين، هذا شاهدته أنا في أول نص ساعة. ما شاهدت العين في أول نص ساعة حتى ولا هجمة لهم، لكن بعد ذلك لأن هني شعور يسمونه إيمان مشترك اللاعبين اتجاه الجماعة، مو معناه أن الفريق يلعب من أجل فريق فقط، ما يجعل كل واحد يعني أنا رحيم ألعب في الأنانيتي أو بلاب ولا لا ولا لو تشاهد المجموعة ككل يعني استنفار. كان الشيء الجيد الجبل الجليد أنا وجهة نظري ريباروف، ليفانوفسكي لا يتكلم ولا يتحدث، هدوء على الخط وفريق خسران. التفكير هذا هو المدرب، يفكر شو اللي بيعمل، كيف بيغير، كيف بيعمل. هل شاهدناه نحن في الشوط الثاني والفريق قام يهدي الفريق، يعني ان النتيجه ممكن بتي. لكن العين، لكن في الشوط الثاني شاهدنا العين حقيقته. وبعدين الاستاذ اسامه في كره القدم خلال 60 20 مباراه انت اللي تصدرت، لازم مباراه مبارتين ما بتكون في يومك، ما يكون ادائك غير جيد، لكن النتيجه شو بالنهايه؟ يعني العجمان النص ساعه ما استغلوها، خالد عيسى نطلع الانطلاقه خاصه الهجمه الثانيه كان ممكن يكون سجل تصدي خالد. انا اعتقد العين في الشوط الثاني شاهدنا العين جميع اللاعبين سواء لابا ولا رحيمي ولا يحيى نادر. شوف انت لو سالتك سؤال قلت لك منو مصدر الخطوره؟ كل مباراه بتحصل حد، اذا ما ظهر لابا رحيمي، اذا ما ظهر رحيمي يحيى نادر او بندر او ايريك، في تنوع في الحلول في العين، او رفائيل اللي تذكر في هدف من الاهداف في مباراة النصر. فاذا اليوم يحيى نادر تسديدته ودائما هو يسدد من خارج منطقة الجزاء. طيب انا اعتقد العين يستحق الفوز اليوم.